السيد النائب عبد الله المسعودي باسم فريق التجمع الدستوري. شكرا السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، السيدة الوزيرة المحترمة، السيدات والسادة النواب المحترمون، يسعدني أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة التشريعية الختامية للدورة الجارية باسم فريق التجمع الدستوري في مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 86/15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. هذا المشروع الذي يعتبر لدينا مؤسسة ومعززة لنظام الرقابة على دستورية القوانين، وذلك تفعيلاً لمضامين دستور 2011 وتنزيلاً لأحد مستجداته المكرسة لدولة الحق والقانون وفصل السلط وتوازنها. إن الفصل 133 من الدستور بحد ذاته يعتبر حدثاً وعلامة من علامات التطور الدستوري في بلادنا، تحقق عدة أهداف ومبادئ تعزز نظام المشروعية واحتراب تدرج القواعد القانونية وتناسقها، وفي نفس الوقت تتيح للمواطنين بصفتهم أطرافاً في منازعة معروضة على المحاكم بالولوج إلى المحكمة الدستورية عبر المحاكم العادية طلباً لفحص عدم دستورية نص قانوني سيطبق في النزاع المعروض على المحكمة الموضوع. إننا أمام آلية جديدة يستخدمها المواطن بصفته طرفاً في نزاع حينما يرى أن هناك نصاً قانونياً من شأنه أن يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً. كما تتجلى أهمية هذه الآلية الدستورية التي جاء بها دستور 2011 لأول مرة في كون نظامنا القانوني يحتفظ بالعديد من النصوص القانونية المختلفة تعود إلى فترة الحماية وما بعدها، أصبحت متقادمة إن لم يكن بعضها أصبحت غير متوافقة مع المبادئ والأحكام الدستورية الحديثة. هذه النصوص لم تصل إليها يد المشرع لتحيينها وملائمتها مع الأحكام الدستورية والتشريعية الحديثة ولا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في العقود الأخيرة، كما أن هذه الآلية تكمل وتعزز المبادرة التشريعية التي خولها الدستور للمواطنين والمتمثلة في تقديم الملتمسات التشريعية وكذا حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية أو تقديم الملاحظات إلى المسؤولين عن المرافق العمومية. إن هذا المشروع المكرس للفصل 133 من الدستور من دستور 2011 جاء أيضاً ليوسع اختصاصات المحكمة الدستورية ويفرز دورها في ممارسة رقابة بعدية على دستورية القوانين والعمل على إصدار قرارات تنسخ الأحكام والمقتضيات الغير الدستورية أو التي تتناقض مع مبادئ الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور، وفي ذلك مساهمة للرقي بمنظومتنا القانونية وتنقيتها من الشوائب القانونية وملائمتها مع المنظومة التشريعية السائدة والحديثة. لقد حظي هذا المشروع باهتمام خاص ومناقشة مستفيضة على مستوى اللجنة، عبرنا خلالها على مجموعة من الملاحظات والتساؤلات الهادفة إلى تعميق مضامين هذا المشروع. وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن ننوه بدور السيد الوزير وسعة أفقه وحرصه على الرقي بهذا المشروع وفق ما يخدم مبادئ صيانة الحقوق والحريات ودولة الحق والقانون. ولقد ساهم فريقنا مع فرق ومجموعة الأغلبية بمجموعة من التعديلات القيمة التي جاءت كثمرة لجو النقاش الهادئ والمسؤول الذي ساد على مستوى اللجنة، وبتفهم من السيد الوزير ساهمنا من خلالها في تجويد هذا المشروع وإغنائه بمقترحات تعديلية، آخذين بعين الاعتبار أجوبة السيد الوزير المقنعة وكذا مقترحات الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة لإقناعنا بأن مثل هذه النصوص التنظيمية المؤسسة لمحطات حقوقية لمغرب الألفية
يلزم أن تعتمد وفق منهجية توافقية وإشراكية بمساهمة من الجميع، خصوصاً بعد المقتضيات التي استأثرت باهتمام السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة، وتوسعوا في مناقشتها كمسألة النسخ وتاريخ مفعوله. مرة أخرى ننوه بمستوى النقاش وروح المسؤولية التي تميز به هذا المشروع الذي سنعتمده اليوم ونختم به هذه الدورة الغنية وختامه مسك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد النائب.